طالبه معايا شاي قوي. من اول السندوتش بتاع الجبنه بالخيار اللي انا قلت عليه بنقور الخيار ونحشيها جبنه قريش، هو ده اللي احنا عايشين عنه. وساعات بقى لو الحاله حلوه تبقى قشط، لا هنقول بقى التطور الطبيعي من الجبنه بالخيار للنطس، المكسرات بانواعها والجورنيه، وعندك بقى انواع كتيره من اشكال شغلتها. بص انا مجهز لكم حاجات كتير قوي، بس انا عاوز اعمل لكم بقى اللانش بوكس على ايام انا كان عامل ازاي. كان عباره عن ايه؟ بتجيب الرغيف فبتقمريه، وعندك اي جبن بتفرديها، وبعد كده يا حسن تعمل ايه؟ تبرميها صاروخ. طب يا عم حسن ايام كده، قال لي جبنه ده اللي يعمل كده يبقى من الايه؟ بسم الله ما شاء الله، من الناس اللي هي تمام تمام، لكن اللي ما يعملش كده يجيب كيس. حتى ما كانش كيس ابيض، ما كانش في كيس بيضه خالص زمان، كانت الكيس كلها سودة. وما بيجوا يلونوها عملوها الازرق بتاع البحر ده، الابيض بتاع التلاجه ده لسه شايفينه قريب، ما كانش فيه التلاجه ده، هو تبرمي تحطيه في السندوتش تحطيه في المخله، وقت ما تفتكري وانت بتلعبي يبقى طلعي وكليه، لانه ما بيبص الجبنه القريش بتبوظ. والخيار كان محشي جبنه قريش، ولو احنا حشينا قشطه يبقى حركتك يا تكتك اللي بياكل الخيار بالقشطه. النهارده بقى تعالي شوف الدلع، عندك لانش بوكس بايه؟ بدور، شفت تطور الدنيا التطور الطبيعي ايه؟ وشفت العصاير؟ تعالوا شوفوا مع بعض. اول حاجه اللانش بوكس بتاع ده اللي احنا عاملينه ده، انا عملت لك المخبوزات كلها. يعني ايه؟ يعني كرواسان، انا عامل لك خمس افكار مش عامل واحد بس، خمس افكار. بص الخمس افكار، الانجليش كيك عملته لك، الكرواسان والباتيه، بص اهو الانجليش كيك عملته لك اهو تمام، عملت لك الباتيه، ادي الباتيه. تعالى يا وحيد اول يوم كده، وادي الكرواسان. احنا هنعتبر مع بعض الاسبوع خمس ايام دراسه صح؟ يبقى ده اول يوم، كل يوم عامل ازاي؟ في انجليش كيك وفي كرواسان وباتيه. لا ليه بقى؟ القيمه الغذائيه عاليه فيهم قوي. تعالى بقى الدور الثاني اهو يا خال، على الدور الثاني اللي هو، لا الدور الثاني في نفس يوم الحد، ناتس مكسرات. بص مكسرات وكمان الجيلي والحلاوه بار، والشوكولاته بار، وادي كمان عندك الشوفان اللي مشكل اللي فيه يا حسن، فيه نطس وفيه عسل، وعندك كمان ايه هنا؟ عسل ابيض، لو انت احتاجتي معلقه عسل ابيض. طب احطهم فين دوم يا حسن؟ تعال شوف كده، ولا سحر ولا شعوذه. الشلف الثاني، الرف الثاني من اللانش بوكس، بص الجمال. يبقى مكوناتنا عندنا انجليش كيك، وعندنا باتيه، وعندنا كرواسان ميني، كله ميني، حاجات صغيره وصحيه وزي الفل. وقيمة غذائية، عندي كده ناتس مكسرات بأنواعها، وعندي الجيلي اللي ولادي بيحبوه. آدي الناتس ده لحلاوته يا جماله للتركيز والنمو الطبيعي. وعندك شوكولاتة بار وحلاوة بار وعسل، وهنا عندنا الشوفان بالمكسرات وبالعسل الأبيض. ده أول يوم، أقفل عليهم كده. يوم حلو عليكم جميعا وعلى كل طلبتنا وكله قيمة غذائية. آدي أول يوم. تعال نروح يوم الاثنين أهو يا خال. عندي فاكهه تفاح، اوعى تنسي عصره الليمون عليه، عصره الليمون على التفاح عشان يمنع الايه الرطوبه تخليه اسمر. وعندي هنا مربى زي ما انت شايفه، وان بيرسون هو واحد شخص، وعندي هنا زبادي واحد شخص يوناني على اساس تركزي. وعندي بقى السندوتشات، عندي جبنه كريمي، وعندي البروتين بتاعي عندي هنا زي ما انت شايف يا خال قدامك اهو، زي ما انت شايف عندي هنا جبنه، وعندي هنا لحمه بارده، لانشو اللي احنا هنعمله ان شاء الله بكره ان شاء الله، زي ما انت شايف كده قدامك عندي لحمه بارده انواعها. يبقى ده البروتين في الاوبن فيس ساندوتش. الاوبن فيس ساندوتش ده عملته ازاي؟ بتجيب العيش الفرنساوي تقطعيه بزاويه وتحط عليه صوص، وتحط عليه الخس والخيار والجبنه اللي انت بتحبيها. تاني يوم عندك عصيرنا ايه؟ مانجو، مهم جدا، اعملي مانجا فريش وقبل ما يخرج الواد او البنت في الهاند بلندر بتاعك على طول او في الخلاط بتاعك، فص مانجا يعمل الولاد كلها، خدي بالك. وانا هنا الايوم الحد عامل له ايه؟ ميلك شوكولات، شوكولاته باللبن.